الأرقام. في 13 من شتنبر من العام 2007 في 7 صباحا اكتشفت جثة رجل في شقة مفروشة بإحدى العمارات الكائنة في شارع علال الفاسي بمراكش. في سجلات الشرطة أن الذي أبلغ عن اكتشاف جثة الرجل هو حارس العمارة المدعو إدريس الحساني. انتقل إلى عين المكان عميد الشرطة رئيس الدائرة الذي كان يتولى المداومة يومها. كان معه طاقم من المساعدين في جملتهم المكلف بمسرح الجريمة. كان القتيل واسمه الهاشمي المراق البالغ من العمر 55 عاما ملقا على الفراش الوحيد في تلك الشقة. أفضت المعاينة إلى أنه تلقى طعنة قاتلة بأداة حادة في الظهر. لاحقا أكد الطبيب الشرعي أن الرجل قتل من جراء تلك الطعنة، كما أثبت أنه قبل أن يقتل مارس علاقة جنسية شاذة على الأرجح. المعاينة التي قام بها عميد الشرطة والفريق الذي كان معه أكدت أن القاتل أو القتلة قاموا بتفتيش الشقة، وأنهم قبل أن يبرحوها استولوا على أشياء تخص الضحية. عثر في الشقة أيضا على بصمات عدا بصمات القتيل، كانت إحداها واضحة تماما، وسرعان ما تبين أنها للمدعو عزيز لمشوط، وهو من مواليد شيشاوة في 5 أكتوبر من العام 87 900 وألف. كما تم اكتشاف بصمات أخرى لم يتم التعرف على هوية صاحبها. المعلومات التي حصل عليها عميد الشرطة رئيس الدائرة من حارس العمارة أفادت بأن الضحية كان قد تعود على استئجار تلك الشقة المفروشة، وأنه كان يأتيها على متن سيارة فاخرة. يومها لم يعثر على أثر لتلك السيارة. أسند البحث في هذه القضية إلى العميد الممتاز رشيد العوام رئيس الفرقة الجنائية الأولى. كان يتعين العثور على عزيز لمشوط، وقد مكنت التحريات الأولية من معرفة أنه من الشواذ، وأنه كان يقتنص زبائنه في جليز. طرق العميد العوام باب منزل القتيل الهاشمي المراق. لم تكن سيارته في المنزل، كما أن زوجته حين سألها العميد بدت وكأنها تتحاشى الخوض في تلك الميول الجنسية الشاذة التي كانت لدى زوجها. تفهم العميد تهربها، كانت المرأة لا تريد مزاوجة ألم الموت بفضيحة أخلاقية. لم يعثر على أثر لعزيز المشوط في مراكش، وتم تعميم مذكرة بحث على الصعيد الوطني مع الإشارة إلى اختفاء سيارة الضحية. كان ما يهم العميد العوام وفريقه أن يتم القبض في أسرع وقت على المشبوه فيه. علم العميد من زوجة الهالك أنه كان عشية اكتشاف جثته يحمل معه مبلغا ماليا مهما، لأنه كان على موعد مع أحدهم لشراء زربية قديمة. علم منها العميد أن زوجها كان رجلا مهووسا بشراء التحف والأشياء ذات القيمة الأثرية. لم تكن تعلم اسم الشخص الذي كان على موعد معه. لما زار الباحثون منزل عائلة عزيز المشوط أبلغتهم والدته بأنه لم يعد إلى البيت منذ 3 أيام، وإنها تعودت على تغيبه من حين لآخر لبضعة أيام. اعترفت أن لابنها سوابق في قضايا أخلاق. صدر الأمر من المديرية العامة للأمن الوطني بإقامة حواجز أمنية في كل المدن بحثا عن المدعو عزيز المشوط. تم تعميم صورته على كل المصالح، كما تمت الإشارة إلى احتمال أن يكون متنقلا على متن سيارة فاخرة تم ذكر نوعها ورقم لوحاتها المعدنية. بعد 24 ساعة من اكتشاف جثة الهاشمي المراق كانت مصالح الدرك الملكي تقيم حاجزا على بعد 10 كيلومترات من مدخل مدينة سطات. وبينما كانت الفرقة القائمة على الحاجز تقوم بمهامها، لاحظ أحد أعضائها أن سيارة توقفت على بعد 50 مترا من الحاجز، ونزل منها شخصان ما لبث أن اختفيا. أبلغ رئيس الفرقة القائمة على الحاجز قيادة الدرك في المنطقة بوجود تلك السيارة التي صارت تثير الشبهة. توجه إليها، وما لبث أن اكتشف أن الأمر يتعلق بسيارة الهاشمي المراق تلك المبحوث عنها.
تم نقل سيارة إلى مركز الدرك في سطات. أبلغت السلطات الأمنية في مراكش بالأمر، وقد انتقل إلى سطات فريق من مسرح الجريمة من المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش لفحص تلك السيارة قبل نقلها إلى مراكش. لم يعثر عناصر فريق مسرح الجريمة على ما يشير إلى أن الضنين عزيز المشوط كان على متن تلك السيارة، ولما تم تسليمها إلى الذي سيتولى قيادتها أبدى رئيس فريق مسرح الجريمة الرغبة في التوقف في المكان الذي اكتشفت فيه السيارة على أمل أن يحظى بدليل يتيح تقدم التحريات. توقفت السيارة حيث تم اكتشافها، وقد لاحظ رئيس فريق مسرح الجريمة وجود أثر يبدو كأثر نبش على جانب الطريق. أمر بالحفر، وكانت المفاجأة، فقد اكتشفت علبة من الورق المقوى وبداخلها قطعتان صفيحيتان صبغتا باللون الأبيض. كان في جملة ما عثر عليه صباغة وفرشاة. بدا أن الصفيحتين المعدنيتين أعدتا لتتخذ لوحتي تسجيل لسيارة. كانت على إحدى اللوحتين بصمة رسمت بوضوح. حمل ما عثر عليه إلى مراكش، وسريعا اتضح أن البصمة لعزيز المشوط المبحوث عنه. كانت البصمة دليلا قاطعا على أن عزيز كان على متن السيارة، سيارة القتيل. مر ما يقرب من 3 أسابيع، لم يظهر أثر لعزيز المشوط. في 10 أكتوبر من العام 2007 قامت السلطات الأمنية بولاية الدار البيضاء بحملة تطهيرية تركزت على شاطئ عين الذياب، واستهدفت المشتبه في تعاطيهم للدعارة من الإناث والذكور على حد سواء. كان في جملة من أمسكت بهم فرقة الأخلاق شابان، كان أحدهما في 20 وبرفقته قاصر في 15. في مقر المفوضية نطقت قاعدة البيانات باسم عزيز المشوط عندما عرضت على الحاسوب بصمات الشاب ذي 20 عاما. الطفل الذي كان برفقته لم يكن معروفا لدى المصالح الأمنية، وقال إنه يسمى حماد المعتز وإن عمره 15 عاما. تبين للشرطة أن الذي أمسكت به تلك الليلة مبحوث عنه للاشتباه في تورطه في جريمة قتل. قبل استنطاقه تم الاستماع إلى الطفل حماد الذي ما لبث أن انفجر باكيا، كان يقول إنه لم يقتل الرجل وإن عزيز هو الذي قتله. أبلغت مصالح الأمن في مراكش بالقبض على عزيز المشوط. دون ما انتظار انتقل العميد الممتاز رشيد العوام إلى الدار البيضاء. ابتدأ بالاستماع إلى اليافع، علم منه أن عزيز معروف في أوساط الشواذ بمراكش باسم عزيز الزعرة، وإنه كان برفقته ذات مساء في جليز يتصيدان الزبائن. قال إن عزيز أبلغه أن أحد الأثرياء يبحث عن غلام في مثل عمره، وأنه يريد أن ينصب له فخا لابتزازه. وعده بأنه سيتقاسم معه المال الذي سيحصل عليه من الثري. حكى الفتى للعميد العوام أنه صادف في تلك الليلة الرجل الثري، ركب معه سيارته، وكان عزيز قد أوصاه بأن يترك باب الشقة مواربا. يحكي الفتى وهو لا يفتأ يؤكد براءته من دم الرجل أن عزيز تسلل إلى الشقة فباغتهما، سدد طعنة بسكين كبيرة إلى ظهر الرجل الذي فقد كل قدرة على الحركة. قال حماد إن المنظر كان مرعبا. فتش عزيز الشقة ثم معطف الضحية، كان في جيبه مبلغ مالي محترم سلمه منه 10,000 درهم. ليلتها يحكي الغلام ظل يجوبان شوارع مراكش بتلك السيارة الفخمة، ثم قرر الرحيل. توقف عند ذلك الحاجز الذي كانت تقيمه مصالح الدرك الملكي على مشارف سطات. كانت وافية المعلومات التي أدلى بها حماد ذو 15 عاما. ولما باشر العميد الممتاز رشيد العوام الاستماع إلى عزيز المشوط أصر على إنكار كل صلة له بمقتل الهاشم المراق. ولما تمت مواجهته ببصماته تلك التي عثر عليها في تلك الشقة المفروشة حيث وقعت جريمة القتل
وتلك التي عثر عليها فوق تلك القطع الصفيحية التي دفنت مكان توقف السيارة غير بعيد عن حاجز الدرك، لم يبق أمامه من منفذ سوى الاعتراف. قال إنه لم يكن يريد قتل الهاشمي، ولكنه كان يريد أن يلقنه درسا. كشف للمحققين أنه كان على علاقة شاذة بالرجل منذ عدة سنوات، وأنه ذات مرة أخذ مفاتيح سيارته وقادها بمفرده في مراكش. ربطته دورية للشرطة، لم تكن له رخصة للسياقة. قال إن الهاشمي تنكر له وأصر على تقديم بلاغ ضده يتهمه بسرقة السيارة. قال إنه أمضى شهرين في السجن، بينما كان بإمكان الهاشمي أن يتراجع عن شكايته ويتنازل عن متابعته. كانت عملية انتقام. تم تقديم المتهمين إلى النيابة العامة. تبع عزيز لمشوط من أجل القتل والسرقة، بينما عرض القاصر حماد على قاضي التحقيق المكلف بالأحداث الذي قرر وضعه في مؤسسة إصلاحية.